الأمر يعود في بعض المناطق الأردن، والأردن يعني مكوناته الاجتماعية ما بين الفلاحين والمدن وإخواننا وأهلنا البدو الأصليين. يعني لا اعتراض لديك دكتور أحمد؟ لا 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 أبدا، ما دام يا سيدي المتخاصمين قبلوا أن يذهبوا إلى القاضي العشائري، الأصل في الأمر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سواء كان في محكمة مدنية أو في محكمة عند القضاء. المهم أن تقبل الناس بالأحكام وترفض يعني. ولكن القضاء العشائري له ميزة لغاية الآن قائم في الأردن، يعني لما تحدث عملية قتل في قرية في منطقة وتلجأ الناس إلى الدخالة من هنا وهناك، فهم فشيوخ العشائر يقومون بفك اشتباك بين الطرفين، وبالتالي كانهم يصنعون المسرح حتى تستكمل الإجراءات القضائية لدى المحاكم المدنية. وهذا دور كبير نقدره لشيوخنا العشائريين. الأمر الآخر أيضا هم في عقود هل تطمح لأن تكون قاضي عشائري دكتور أحمد؟ لا 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 يا سيدي، نحن القانون كالكائن الحي هو نتاج البيئة والمناخ والظروف والعادات والتقاليد. ولا ننسى أستاذ توفيق أنه حتى في الدول الديمقراطية المتقدمة أحيانا الحكم يكون بناء على قول المحلفين وهم بمثابة القضاة العشائريين، ولكنهم شخصيات عامة لتلك المدينة والمنطقة، والقاضي يحكم وفق ما يدفع من هيئة المحلفين. وبالتالي نحن نقول أنه القضاء العشائري على سبيل المثال عفوة الاعتراف، وبالتالي العشائر عندما تقوم بعفوة الاعتراف بتحديد القاتل والفصل بين الخصمين حتى نذهب إلى القضاء حتى مسألة الجلو والنفي أيضا أنت معها دكتور؟ الجلوة حقيقة هي من عيوب القضاء العشائري، وأنا لا أحملها إلى القضاء العشائري، ولكن وعدم شهادة المرأة مثلا إذا كانت هي الضحية أيضا. بس أعلق على النقطة لأنها في غاية الأهمية الجلوة أستاذ توفيق. قبل أن يكون هناك نشوء الدولة بقوتها الأمنية الموجودة في مناطقها، كان العمل الجلوة قضية ما بين القبائل والعشائر في غياب الدولة، وبالتالي كانوا يرحلوا هذه المنطقة عن تلك بما يحمي الدماء وبما يصون الدماء بين الناس، وبالتالي أعتقد أن الجلوة كانت سابقة على مفهوم القوى الأمنية الموجودة للدولة. أما في ظل وجود الدولة ووجود القوى الأمنية القادرة أن تحجز بين المتخاصمين في قضايا الدم تحديدا أو قضايا العرض، وبالتالي أنا أعتقد أن الجلوة كان لها دور فعال وإيجابي بما يحمي الدماء ما بين الناس. الأمر الآخر العرض يعني أنا أود أن يعني أنا أتكلم عن الشيخ وأشكرك شكرا جزيلا على هذا الدفاع المحكم يعني عن القضاء العشائري. يا سيدي كلنا في الأردن أبناء عشائر، ومن حقنا أن ندافع عن عاداتنا وتقاليدنا. المهم في الأمر أن تأخذ الناس حقوقها وأن تحكم بين الناس بالعدل. على كل شكرا لك دكتور أحمد شناق الأمين العام للحزب الوطني الدستوري. دكتور خالد عودة إليك. سيدي أنا يعني الشيخ والدكتور يعني أشكرهم لإبداء رأيهم، لكن أنت في خندق وهما في خندق. أنا لست في الخندق الذي هم يكيلون فيه، فأنا الدكتور أحمد يعني أمين عام الحزب الدستوري أشكره لما أبدأ، لكنني أختلف معه في أنه عندنا في الأردن وهو يوافقني تماما ازدياد ظاهرة العنف المجتمعي. لدينا جرائم قتل أخذ بازدياد ليس طردي بل بازدياد متواليات هندسية، يعني بشكل مرفوض أصبح يعني سيارتك طلعت عن سيارتي يطخه، لديت عليه نظرة مش مزبوطة ليش تطلع عليك يطخه واحد، يعني أصبح عندنا الشارع الأردني يشكو من هذا الهم. وأظن أنه زيادة وتيرة العنف. نعم. ليش يا سيدي؟ القضاء النظامي قضائنا في الأردن قضاء نزيه، لكن يقتله مسألة التقاضي طول مدة. القضاء العشائري قضاء جيد في حفظ بعض الأمور، لكنه في ظلم كبير، ظلم من ناحية رزقة القاضي. القاضي أحيانا يتبع الهوى حكمته ماذا يحكم، إذا كان في معرفة بينك وبين القاضي الرزقة تختلف، الحكم يختلف، الغرم يختلف. لا يوجد نصوص قانونية يعني أتراجع أنا وإياك فيها عند القاضي حسب هوى القاضي. نعم. وبعض القضاة العشائريين يقول لك يا أخي أنا بحكم بالشريعة الإسلامية. أين هي الشريعة الإسلامية؟ أنت تغير الحدود التي لا مجال للقاضي في أن يتلاعب زيادة ولا نقصان فيها. الشريعة الإسلامية، وهذا اختلاف كبير. الآن تهميش دور المرأة حتى وإن كانت صاحبة حق وإن اعتدي عليها، تهميش دائرة المرأة هنا يرجع للطبيعة البدوية لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة تعد مثلها مثل المتاع مثل الدواب، وجاء القضاء العشائري اليوم يؤكد على هذا الأمر، فلم يجعل مكانا للمرأة بين الرجال لا في المشهد القضائي ولا في أصول التحاكم،
وهذا مما ينص عليه في القضاء العشائر العراقي والفلسطيني والأردني، هذا النصوص معروفة عند القضاء، حتى الفلاح، حتى الخياط، الجزار لا تقبل له شهادة. يعني أنا شريحة كبيرة من المجتمع لا تقبل شهادات. بل الشيخ خالد عليان قرأ معي وأنا قرأت وهو يعرف هذا الأمر، إنه بعض قضاة البدو لا يجيزون قضاة أبناء الحضر، يعني دكتور أحمد شناق لا شهادة له ولا يقبل. أرجو أن يكون سمع الدكتور، هذه مسألة مهمة يعني شيخ أيضا، إنه أبناء الحضر لا يمكن أن تقبل شهادتهم. لا هذا كلام قديم ما له طعم. هذا كلام ما له طعم. بعدين تذكرت الجلوة، بقول سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى بن عمران جلى 10 سنوات عند سيدنا شعيب لما قتل واحد من بني إسرائيل. هذا الشرع ما قبلنا، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم جلى، يعني نبي نبي موسى يعني جلع. نعم أفعال الأنبياء ينظر لها، لكن لا يجوز شرعا أن تقول إنه جلوة مبررة. سيدي احنا مع الشريعة الإسلامية وحابين تطبق الشريعة الإسلامية، لكن وين كانت الشريعة لما كان واحد يقتلوه بيصلي مشان ياخذ دابته، وقتلوه بيصلي مشان ياخذ البندقية تبعه؟ أنا سيدي أبو بسام أتفق معك تماما في وجودك الذي يعتبر صمام أمان للقضايا اللي أنا حضرت شخصيا ولجهودك، وبيكفي أنه هي لك نظيفة لا تمد رزقة. لكن أنا وإياك رأينا من يذهب يا أستاذ توفيق والأخوة المشاهدين لبيوت العزاء، من يذهب ليشحد من الناس لكي يجمع الغرم الذي يطلب منه عند القاضي. قد يكون إنسان محترم وقع في زلة، أخطأ فور الدم أو حالة غضب، هذا لا يؤاخذ. لما تحط عليه 60,000 أو 70,000 $100,000 وراتبه 300 دينار 500,000 كيف يتم جمع 500. هذا المبلغ؟ اسأل سيدنا الشيخ كيف يتم جمع هذه. كيف يتم جمع هذا المبلغ شيخ؟ والله الدية هذا بتنجمع، وفي القرآن هذه الغارمين وفي الرقاب بتنجمع الدية، ويمكن واحد يكون الله ميسر معه ما يجمع، لكن لما يكون طفران بيجمع من هالشيوخ ومن هالناس بمره وبيستفيدوا، بعضهم والله بيستفيدوا كمان، بعضهم بيطلع اكثر من دي المطلوبه منه، بيستعملها مهنه له وبصير شغله عنده يعني. طيب يعني جرائم الشرف شيخ كيف تتعاملون معها؟ جرائم الشرف كثير بتحصل، يعني احيانا واحد قتل مثلا شقيقته عمته مثلا، والله حصل قضايا كثير يعني، وحليناها وزوجنا البنت للولد، وبعض الناس بيطلع يعني ظالم بروح لها في المحل هي فيه بقتلها. يعني حصلت ما في سنة، الدكتور خالد بيعرف القضية هذه، بنت في الجامعة وصاحبت واحد واخذها وطش فيها، وبعدين رحنا لهم وجبناهم عندنا عمعان واصلحنا الطابق وزوجنا اياها وكتب كتابه عليها واخذها.